بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. بس جديد نتكلم فيه بقى ليلة الجمعة والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وطقوس يوم الجمعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا كنت حابة أتكلم معاكم في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني نستفتح بيه كده: يا رب ليلة الجمعة وتبقى ليلة مباركة، اللهم أمين، وربنا يرزقنا فيها الخير، قولوا أمين. أحبكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلوني أقول لكم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار. يعني إيه؟ خذوا حفظ، ساتر، حصن من النار. إيه بقى؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن المقدمات والمعقبات والمجنبات وهن الباقيات الصالحات. انا عايزه اقول لكم ان الاحاديث اللي زي ديت بتعمل لي نوع من انواع الجمال النفسي صراحه والراحه النفسيه. ان الدين سهل، وسهل يعني انك تعمل لنفسك وتنقذ نفسك من النار باربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هن المقدمات لكل خير، وهن المعقبات لكل خير، والحفظ لك من كل شر، والمجنبات لك من كل فتنه في قلب الدنيا، وهن الباقيات الصالحات اللي هم دولت اللي باقيين في ميزان الحسنات. يعني الواحد صراحه بيبقى فرحان بالاحاديث اللي زي ديت، تحس الدين سهل ولا نشق على الناس ولا نتعب الناس ولا نكره الناس او نخوف الناس. يعني الفكره مش في كده، بس الفكره ان انت تخوف الناس من ربنا وتخوف الناس من الدين، وكان الدين ده حاجه صعبه وكان الدين ده حاجه، لا طبعا. ده اول حاجه. فاحنا نتواصل النهارده ان شاء الله ان احنا نحط دي في الورد اليومي ثابت: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. غراس الجنه: وهن المقدمات والمعقبات والمجنبات من الفتن، وهن الباقيات الصالحات. الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من اهل الذكر. ده اول حاجه. تاني حاجه هتكلم فيها، ويعني ارجو انه يتسع صدركم للنقطه ديت. يعني اهو يعني قاعد الايه تاني، ما انا مش عارفه انا عدلته. تاني حاجه عايزه اكلمكم فيها جزئيه لما الزوجه بتيجي تغضب او يحصل بينها وما بين زوجها مثلا نوع من انواع المشاكل او نوع من انواع الخناقات والكلام ده، فتسيب البيت وتمشي. سيبانها البيت، يعني انك تسيب البيت وتمشي فرصه لعدم الصلح. عايزه اقول لك سيبانك البيت بيدي فرصه لتدخلات الناس، التدخلات الخارجيه سواء الاهل ايا كانوا صالحين ايا كانوا كويسين، تدخلاتهم ذات نفسها. حاضر هبقى اسجل. حاضر. تدخلات الناس ذات نفسها بيبقى نوع من انواع، عارفه المشكله بتكبر اكتر والاطراف بتتشعب وكل واحد برأي. فبدل ما كان بيبقى فيه فرصه هي جوه بيتها ان هي قاعده وسهل ان هو زوجها يجي يصالحها يعمل حاجه هيرمي كلمه ما تزعليش ما تعمليش فتتراضى، لا، الموضوع بيوسع وتدخلات الاهل اصلا بيبقى سبب ان هم للمشاكل اكتر واكتر. ده جزء. الجزء الثاني اللي انا حابه اتكلم فيه، اتفضلوا عافية تلسو. شكرا. الجزء الثاني اللي انا حابه اتكلم فيه هو اصلا ينفع ان الست تطلع والله تعالى تعالى الله يبارك فيك، تعالى تطلع معانا على اللايف والله. شكرا. اخر بروزولا موجود. مستعد. انتوا لازم يعني لازم تعيشوا معنا الحياه العظيمه اللي احنا الله سبحانه وتعالى يجمعنا والاحباب اللي احنا مفتقدينهم على خير. طيب نرجع لنقطه ان الزوجه بتطلع بره البيت. لما هتطلعي بره البيت هتعملي مشكله اكتر مع الزوج. امتى تطلعي وينفع تطلعي اصلا لما يبقى مشكله؟ لا، ما يطلعش من البيت الا استغفر الله، ولا يخرجنا الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. ما يطلعش من البيت اللي عامله فاحشه، استغفر الله. لكن خلاف كده لا، انا في قلب بيتي، هو عايز يطلع يريح بره شويه، يروح مع اصحابه ويروق الدنيا شويه، وبعدين الدنيا يرجع البيت ونتفاهم بقى ونتكلم، تمام. لكن تطلعي بره البيت بتتعرضي لنوع من انواع تدخلات الاخرين، الاراء الصحيحه والغير صحيحه للاخرين. لا ده انا عايزه اقول لكم كمان ايه بقى الفتي. الفتي اللي بيحصل من كل واحده
تيجي بقى تنصحك نصيحه وتقول لك مثلا عندها اسقاطات في حياتها فتعمل اسقاطات عليكي وفي حياتك، وده طبعا شيء مش صح تماما. كل واحده قادره بنفسها وقادره بزوجها وقادره تعمل ايه وايه اللي يرضيه وايه اللي ما يرضيهوش، وبالراحه وبالطريقه بقى اللي احنا عارفينها الجميله ديت، اسلوب الزوجه الصالحه الطيبه، يقدر الموضوع يتراضى. لكن تطلعي كده بدون مشكله الا اذا تخاف على حياتك، برضو دي نقطه تانية. يعني انت خايفه فعلا على حياتك تقدر، او واحد بيضرب ضرب مبرح او حاجه تعمل لك عاهه او كده، لا، يا اما تقفلي على نفسك وتنادي لاهلك، يا اما لا بتمشي تنجي بنفسك وبحياتك يعني. لكن الاصل انك ما بتطلعيش، لو هي المشاكل العاديه اقعدي في قلب بيتك يا بنتي، ويجي زوجك يخرج شويه ولا هيقعد يقفل على نفسه شويه وبعد كده تطلعي بالراحه ونحل الموضوع بالحوار. لكن ان احنا كل واحده تتخلقت مع جوزها فتمشي، فندي فرصه للاطراف الخارجيه انهم يتدخلوا، والموضوع ما بيكبر والله العظيم بيكبر، وتبقى المشكله قد كده. فارجو ان انتم تخلوا بالكم من النقطه دي. ام رياض بتقول انا زعلانه. ليه يا ام رياض زعلانه مني يا توتي؟ زعلانين ليه؟ ما هو انا طب اجاوب. طيب تمام حاضر. طب شوفوا ايه الاسئله. طب يعني هو بعيد عني فانا مش شايفه قوي، لكن شوفي يا مريض ايه، قولي سؤالك وانا جاوبك دلوقتي. ماشي، هنفتح مجال للاسئله، يلا اسالوا وانا جاوب. انا بعد كده ممكن ابقى اعمل لكم، نبقى نجيب الاسئله حتى على تاب ونفتح منه حتى الاسئله بتاعت اللي جايه لنا، بحيث ان انا ايه اعمل كده عشان بقول لبناتي يعملوا ايه بعد كده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. احنا توصينا في اول البث ان احنا هناخد دوت ان شاء الله باذن الله، يبقى ورد ثابت، مش بس يعني ليله الجمعه، لا يبقى ده ورد ثابت في قلب اليوم كله، حفاظ ليا وانقاذ ليا من النار. الله سبحانه وتعالى يجنبنا النار واياكم. اللي بيستعيذ من النار 3 مرات في اليوم بتطلب من الله سبحانه وتعالى اعيذه منها. واصلا احنا عندنا بعد صلاه الفجر، عندنا بعد صلاه الفجر 7، اللهم اني اعوذ بك من النار، اعوذ بك من النار، اعوذ بك من النار، اعوذ بك من النار، سخطك ونار، 7 مرات. وبعدين اللهم سلك الجنه، سلك الجنه، سلك الجنه، 7 مرات. وفي خلال اليوم بنقول ادعو الله سبحانه وتعالى، الا يعني ربنا يجيرك منها. اللهم امين يا رب، اجعلنا من اهل الجنه واياكم. يعني اوصيكم في نهايه البث بالصلاه على الرسول عليه السلام وقراءه سوره الكهف وقيام بقى النهارده احنا واولادنا والكلام ده، ويبقى بعد صلاه الفجر نقعد القعده بتاع جلسه العيله، او شوفوا الناس عندكم تقعدوها بعد صلاه الجمعه مثلا، والمحشي ولا السمك. في ناس تقول لك لا المحشي يوم الجمعه، ناس تقول لك السمك يوم الجمعه، ايا كان بتعملوا ايه، المهم نقعد مع اولادنا. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، جزاكم الله خيرا، وما تنسوناش في الدعوات معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.